السلام عليكم بنات، كيف راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. كنرحب بالناس الجداد والناس القدام، كنقول لكم شكرا على التتبع ديالكم. بالنسبه لفيديو ديال اليوم غادي يكون تحدي بيني وبين اختي خلود. المهم التحدي غادي يكون هو شكون اللي فينا، يعني غنطرحوا سؤال ونجاوبوا عليه. المهم نتوما خليكم معايا وغادي تشوفوا كيفاش. المهم هنايا عندنا ورقه فيها خلود ورقه فيها وجهه فيها كوثر، يعني السؤال اللي غادي نطرحوه غادي نجاوبوا عليه بجوجنا ونشوفوا شكون، نشوفوا الجواب كيفاش غادي يكون. يلا نبداو ولا قدمي راسك شويه؟ لا بارك ديك الكفايه هي الكفايه. يلا البنات حنا وجدنا، هي ورقه فيها هنايا الاسئله، غادي نبقى نسول وغادي نجاوبوا ونشوفوا هي غادي تجاوب عليا وانا غادي نجاوب عليك، ياك باش غادي نفس السؤال غادي نجاوبوا عليه بجوج. يلا غادي نبداو. شكون فينا كدير الزبايل؟ وليد الزبايل خلود فينا اللي كدير الزبايل، ماشي انا. تشبيه كيف اللي وقع هادشي كامل ديالك تشبيه؟ ويلي شكون فينا الحشومي؟ لا واش كيبان لي كنت كنعرفني كونسا؟ انا لا انا لا حرام عليك انا هي حشومية. كل واحدة فينا تبان راه هي حشومية. انا راسي هنا كيجيني راسي انا حشومية. واه كيبان لك انا اش مالك؟ ومالي انا محشوميش؟ لا حشومية صاحبي بجوج حشومية. لا تنشوفو شكون السؤال العالمي، شكون فينا كتشوف في المرآة؟ عجبني راسي خلود هي اللي كتشوف بزاف في المرايا ثم الدار القاع. وراه عجبني راسي كتشوف زوين. السؤال الاخر شكون فينا كتضحك بزاف؟ باهي هذا هادشي هاكرة لي كلشي عليا انا ياك هي ديك قاد انا خلود هذا واحد الضحكة البنات عالمية ما نعاودش لكم خليني ساكتة كنت تسمع واخا تكوني في راس الدم. سؤال آخر شنو خليه هو الآخر شكون فينا كطيح بزاف؟ يا كطيح طاحت طيح مالك عمرني طحت في الزنقة؟ عمرني طحت في الزنقة كنقطع في الدار يقول لكم كنقطع يقول لك نطيح من يدي شي حاجة باش كنطيح انا في الزنقة؟ لا عمرني طحت في الزنقة كنقطع في الدار طحت في الدار. شكون مفشى فينا؟ السؤال ما عرفتش الصراحة ولكن واقيلا تيا معايا الصغيرة البنات اللي مفشة كون فينا منعوز غير سير يين فقاطة كاوسة المنحوسة باش عرفتي المنحوسة عبرني درت لك شي حاجة تنحسات وافقتي كنشوفك النحس داكشي ديالك ماشي حتى شي ديالتي ولا حيتاش كلشي هادشي من حوسه وقال بلا يلا سيري نشوفو شكون فينا حادقة؟ أنا لا 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 أنا البنات الحادقة لا أنا الحادقة أنا اللي علمتها سلام كبيرة ولدتي دابا ما تيخافش واخا ماشي انا ماشي انت انا الكبيرة ماشي انت واخا ولكن انا حاد كاع داك سمحي لي باش حاد كيفاش كديري كلشي وريني حداك كديرة كلشي شناهو اي حاجة كديرة شناهو هاد الحاجة شناهي داك داكشي اللي كديري انت كنديرو انا ياك بدا وإذا حاد بجوج بدات كنحق معاك البنات خلود الحادكة كنت عارف طيب مزيان كنت عارف طيب مزيان طيب القلب
ايوا هذا كطيب القلب ياك طيب ايوا صافي راه واحد لي كلشي بلاتي باغا تاوب البنات تاوب بسرعه كنت نحس شكون بلاتي شكون فينا المعكازه انا ما ادريك ما انا العجز هذه باينه انا ما نكذبش فيها العجز اللي فيها العجازه شكون فينا الوكاله والصراحه حتى وحده فينا حتى وحده فينا البنات صراحه الوكاله دابا ما نجاوبوني شكون فينا فيها التبعكيك الصراحه اللي فيه التبعكيك هي خدمه كبيره ما معناش ولكن صافي اللي كنتي كتشوف فينا من هنا كنقول لك والله كنقول كنتي بكاكا ماشي حنايا بس كان جاوبتي على السؤال عرفتي هي كتحشي من عندها شكون فينا النعاسه بزاف صراحة هكا وهكا لا هكا وهكا عرفتي علاش تي كتنعسي بكري العشرات الليل كتلقاها نعسات بعض المرات بعض الاغلبيه كتي العشرات الليل شحال هذا كتنعس مع العشرات الليل انا كنسهر ولكن كنصبح نعسه ايوا انا كنعس مع العشرات الليل كنعس صحه هكا وهكا بجوج كوني صادقه شكون فينا الناشطة البنات النشيطية خلود هذه عربة عربة وغني لنا غني لا كنتي مغربة لا غني حبك حبك غني غني لا كتحشم ما بغاش غني لكم ما صبطاكي سمعت الراس الضرب غني 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 كتغني الإياد كتغني الإياد شكون فينا كتهز التليفون كثر دي باين ولو انا ما تيش عاد داك التليفون كضل شاده النهار كامل واش عندك فيه داكشي اللي عندي شلا دي انا داكشي اللي عندي شكون فينا الحنينه بزاف كتبديني لي لا صحابك راه كيبرو لي انا مش الحنيه مسكينه حنينه شتي شكون العصبيه خلود هاد العصبيه هنا قاعد ملي كنت كنعصب هرب من حدا كنت كنت عصب فماش كتعصب كنت تقولي هضره تما فماش ملي كتعصب صافرتي لي وكان حبيت خايفه الا سقتي فيا ما كيفاش العصبيه كدد كتجي لي شي عصبيه كنت تعزف لي لا موليت لا تمحي لي وكاينش شي حتى شي حتى كنت كنكمل عصبيه لا بالعكس انا ما عصبيهش بالعكس انا عصبي كاين ناس بارده صافي كملنا صافي سالينا البنات كنتمنى تكونوا تعرفتوا علينا مزيان تعرفتوا على خطوط اختي مزيان واخا مبغاش غادي لكم حتى المره الجايه ما تخافوش البنات فيديو اخر غنبقى ندير معاها تحديات والتحدي اللي ربحتها فيه غنقول لها غني ليا شي حالي اش طالع لك ويلي غنقول لها غني ليا البنات ما تخافوش وكان هذا بالنسبه للفيديو ديالنا كنتمنى يكون نال اعجابكم وما تنساوش ديروا جيم وتابوناو معنا وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد وشكرا باي باي